بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا. نستعين مشاهدينا الكرام الأفاضل مستمرين مع حضراتكم في أشواطنا المتتالية في صباح هذا اليوم من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، حيث أعلنت انطلاقنا في هذا الشوط، شوطنا الثاني والعشرون للقعدان اللقاية المحليات الأصايل. أبدأ مع أول المراكز لأتابع انطلاقة شهيد بشعار حميد بن راشد بن مبارك الشامسي، من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. المركز الثاني الحضور والوصول من مبهر لعلي بن حليس بن سعيد الأعفاري، من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. المركز الثالث القادم والمتواجد قاصد لمرزوق بن منصور بن محمد المنصوري، مقدما لنا شعاره. بينما المركز الرابع القادم مع رابع التحديات لهب عامر بن محمد بن زايد المنصوري، يقدم لنا لهب مع رابع التحديات. أما المركز الخامس فأتابع مطفي لعيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، من يقدم لنا انطلاقة مطفي مع خامس التحديات. المركز السادس القادم في هذه اللحظات والحاضر شاهين لحمد بن بخيت بن نوبي العامري، مع سادس الأسماء وسابع المراكز. القادم هنا أتابع انطلاقة سراب سعيد سالم بن علي بن سالم الوهيبي، يقدم لنا هذه الاندفاعة. وثامن التحديات وصل وانطلق هنا عناد مبارك بن جمعة بن مغير الخيلي، وينطلق في هذه اللحظات. بينما أتابع تاسع التحديات والانطلاقات هنا في هذا الاندفاع الجميل، مبعد لمحمد بن مسلم بن قنزول العامري، وعاشر الأسماء من يحضر هنا ويأتي في هذه اللحظات بهذا الانطلاق. شاهين سيف بن عبد الله بن براك الظاهري ينطلق في هذه اللحظات. هكذا نداؤنا الأول، الأسماء الحاضرة والشعارات المتواجدة من خلال هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق السليم. يا سلام، الله يا شاهين حميد بن راشد الشامسي، مقدما لنا شعاره منطلق في هذه اللحظات. هنا أتابع الوصول من مبهر علي بن حليس بن سعيد العفاري، مقدما لنا شعاره، مقدما لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي الجميل. المركز الثالث القادم لهب عامر بن محمد بن زايد المنصوري، يا سلام. والمركز الرابع وصل في هذه اللحظات وحضر هنا قاصد مرزوق بن منصور بن محمد المنصوري. وخامسا هنا أتابع شاهين حمد بن بخيت بن نوبي العامري، وسادس المراكز يصل في هذه اللحظات سراب سعيد بن سالم بن علي بن سالم الوهيبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، وصل أيضا في هذه اللحظات عناد مبارك بن جمعة بن مغير الخيلي، وكذلك وصول وتقدم من مبعد لمحمد بن سلم بن قنزول العامري، يأتي في هذه اللحظات. وشعار بن زيتون يصل مع الباس محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، أول نداء أول حضور لشعارك يا المجازف في هذا الشوط. العودة من جديد إلى مقدمة الشوط. والمركز الأول شاهين الصدارة هنا مع بشعار حميد بن راشد بن مبارك الشامسي. يا سلام يا سلام يا الشامسي، بدأ في الانطلاق من أجل الفوز والانتصار. هنا شعارك يا الشامسي وشاهين والماركة الشاهينية الغنية عن التعريف. المركز الثاني القادم لهب عامر بن محمد بن زايد المنصوري، وكذلك حضور قاصد لمرزوق بن منصور بن محمد المنصوري، وأيضا القادم مبهر علي بن حليس
بن سعيد الاحباري ولكن شهيد، شهيد ما زال هو المسيطر، ما زال هو البطل حتى هذه اللحظات، مقدما لنا انطلاقة وحضور شهيدنا. ولكن الله يا الخيلي، الخيلي مع عناد، عناد عناد مبارك بن جمعة بن مغير، الخيلي وصل ما شاء الله تبارك الرحمن، عناد لمبارك بن جمعة بن مغير، الخيلي والعرض الكبير، العرض المميز في الأمتار الأخيرة ليخطف ناموس هذا الشوط. عناد عناد، تهانينا لمبارك بن جمعة بن مغير الخير على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان حضور والتواجد شاهين أحمد بن راشد بن كشيم بن مبارك الشامسي، والمركز الثالث شاهين سيف بن معيوف بن سالم الدرعي، والمركز الرابع كان حضور مبهر لعلي بن حليس بن سعيد العفاري، والمركز الخامس كان حضور سراب لسعيد بن سالم بن علي بن سالم الوهيبي. تهانينا لمالك عناد مبارك بن جمعة بن مغير الخيلي من قدم الأداء المميز والكبير في هذا الشوط المميز. توقيته 6:02:05 من الثانية. المركز الثاني كان حضور أيضا شهيد لسيف بن معيوف بن سالم الدرعي. اللي هو شاهين من احتل المركز الثاني بالفعل. مشاهدين الكرام، حميد بن راشد الشامسي 6:04 جزئين من الثاني، والمركز الثالث كان حضور اللي هو شاهين لسيف بن معيوف بن سالم الدرعي. توقيته 6:05:05 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.